ناعمة. خلينا نبدأ إيش الفرق، إيش يعني مهارات صلبة صحيح. يعني وناعمة. الفكرة منها زي الهاردوير والسوفتوير، يعني شفت الكمبيوتر مثلا في جهاز الذاكرة، في جهاز المذر بورد، في جهاز مترمين، هذه الأجهزة القطع يسموها هاردوير، يعني ملموسة تلمسها بيدك. في سوفتوير المحركات الداخلية زي مثلا حق مايكروسوفت، زي حق أبل، هذه المحركات اللي أنت ما أنت ماسكة برنامج بيدك، بس هو عبارة عن برنامج يسموها سوفتوير، يعني أشياء تشغيلية ما هي شيء ملموس. حلو. في المهارات زي ما تفضلت زميلتكم كانت بتقول شخص ماهر في شغلته بس صعب التعامل معه، فهو عنده هارد سكيل، حاجة مهارة حرفية، شيء بيده، بيطبخ، بنجار، بسباك، لكن التعامل معه صعب. هنا السوفت سكيلز كيف أتعامل مع الناس، كيف يكون عندي ذكاء اجتماعي، كيف أعرف أتواصل. التواصل أكبر يعني مصيبة معضلة يمكن عند بعض الناس في كثير من الجهات. يعني أحد أشهر سلاسل الفنادق على مستوى العالم الآن افتتح في أحد المدن في السعودية، الناس تتمنى تروح تشتغل هناك ولا تكون موجودين، بس اللي ما يعرفوا أنه سوء بعض التواصل أحياناً الداخلي في هذا المكان 27 استقالة من الشهر الأول. يس. فهنا نوريك قدي إيش الموضوع حق التواصل وحق السوفت سكيلز عموماً يعني مهم للغاية. أحد الشركات المختصة في السوفت سكيلز اللي تعتبر أحد أكبر شركات التطوير القيادي في العالم سوت بحث على أكبر 500 شركة في العالم، 75% منهم عملائهم، فسووا بحث مع المدراء التنفيذيين، قالوا لهم إيش المهارات اللي تحتاجوها في المدراء عشان الشركات تنجح. فاجتمعوا على 10 مهارات أساسية، منها التواصل، منها التحفيز، منها التفاوض، كيف أتفاوض مع العميل أو أتفاوض مع زميلي أو أتفاوض مع مديري، مجموعة مهارات قلنا عليها. الفكرة منها إنه البعض يفكر إنها شيء ثانوي ومجرد تدريب. لو تدفعي 10,000 دولار مثلاً في المدير الواحد عشان تدربيه على هذه المهارات الناعمة زي ما يسموها، العوائد بكل مدير بيدخل للشركة أضعاف مضاعفة 600%. يعني دفعتي 10,000 دولار بيدخل ما يعادل 60,000 دولار. ليش؟ إيش اللي بيحصل؟ يعني على سبيل المثال أهم نقطة زي ما تفضلنا التواصل. التواصل ممكن الناس ما تنتبه إنه يقول أنا قلت له لو سمحت،